ليس أكيد بداية أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على قلبنا وغالي. ياريت بتخبرنا هيك شوي بريف صغير مين جمال عيتاني؟ جمال عيتاني ابن بيروت ابن مصيطبي تربى ببيروت درس بمدارس بيروت ثم انتقل إلى أمريكا للحصول على يعني الشهادة بالهندسة المدنية وأخذت ماجستير من بن ستيت يونيفرسيتي بالهندسة ثم رجعت على بيروت لأبدأ عملي مع الوالد بالعمار ونحن وعم نعمر بصير في طبعا الحرب بتكون موجودة بعدها وبصير في احتلال للموقع طبعا بنتقل من بلد لبلد من الخليج إلى السعودية إلى دبي ثم إلى بيروت مجددا ترأست مجلس المياه والأعمار مع الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه كانت يعني فترة من حياتي خبرة خيالية أنه أخذها الواحد بمجلس المياه والأعمار بعدين رجعت على عمان من عمان إلى الخليج مرة تانية وثم عودي إلى بيروت مع سوليدير وآخر محطة كانت لقالي قبل المجلس البلدي ثم الرئيس الحريري استدعاني وقال لي أنه مهتم أنه يكون أنا أترأس المجلس البلدي لبيروت وهيدي حياتي متزوج عندي 3 أولاد يعني تربينا على حب مدينة بيروت تربينا على الصدق والأمانة تربينا على أنه تراث بيروت مش بس هو حجار يلي البيوت القديمة هو أخلاق البيروتيين يلي تربينا على أساسهم هو كيف نتعامل مع الناس بحب وبصدق وبكرامة بحفظ كرامتنا دايما نعم. وهذا كله الفضل بيعود للوالد والوالدة يعني يلي ربونا على هالأساس وطبعا دعم عائلتي من زوجتي وأولادي يلي بيتحملوه معي أنه أنا بغيب كتير قضيت كتير وقت من حياتي سفر وعايش لحالي ووقت هلأ لما رجعت نفس الشيء عم عيش حياة يعني حياة العائلية عم تاخد جزء قليل من وقتي فلابد أني يعني يكون لهم الشكر لعائلتي أنه عم يدعموني بهالمجال نعم. اليوم أنت فتت على السلطات فتقدر تخدموا بيروت شو ناقصك؟ يعني بس واحد يخدم بيروت بكون بالنهاية خدم أهل بيروت وخدم كل واحد بيجي على بيروت بيروت اليوم بحاجة لكتير أشياء بيروت بحاجة لبنى تحتية متطورة اللي هي بتأسس لجذب الاستثمارات الخارجية واللي هي بتعكس على الاقتصاد طبعا المدينة واقتصاد البلد لأنه بيروت بتعرفي هي قلب لبنان وهي يعني إذا اقتصاد بيروت بخير اقتصاد لبنان بخير فهي بحاجة للبنى التحتية بحاجة أن يكون فيها مناطق خضار أكثر نهتم بالبيئة أكثر وبحاجة كتير لأنه يكون فيها مشاريع استثمارية وشراكة القطاع الخاص مع القطاع العام هي أحد أولوياتنا ونحن بلشنا فيها حتى قبل ما يطلع القانون تبع البي بي بي كنا نحن عم نحضر لهالمشاريع وهلأ صدر القانون وصار فينا نتشارك مع القطاع الخاص بمشاريع ونحن بمشاريعنا الجديدة في المشاريع الكبيرة هي شراكة مع القطاع الخاص همي أنه يلي ساكن ببيروت أو عم يشتغل ببيروت يعيش حياة مريحة يعني عنده الأساسيات الكهرباء والمي والبنى التحتية وعم يتنشأ هواء نظيف وعم يتنقل ببيروت بطريقة منطقية شوي مش مثل ما هلأ الوضع نعم هدول الهموم الأساسية لمدينة بيروت يعني همي بسطر واحد أنه يلي بده يجي على بيروت يتمتع بالحياة ببيروت يكون مبسوط بالحياة ببيروت ما تكون بيروت بس لعرض عضلات كل لبنانية واللي حتى اللي ما بينتقلوا للبنان بيجوا بيعرضوا عضلاتهم ببيروت وبتشاركهم أحزانهم ببيروت بيجوا كلهم بيشكوا ببيروت كلهم بيبكوا ببيروت كلهم بينقوا ببيروت بنفس الوقت هذا الشيء مقبول ونحن بالعكس يعني أهل بيروت قلبهم كبير وبيرحبوا بكل الناس بس بنفس الوقت نحن بدنا كم
كمان بيروت تكون هي نقطة انطلاق السياحة بلبنان، وبيروت سعيدة ومبسوطة. هلأ هذا الشيء كله كيف بده يترجم؟ بده يترجم لمشاريع. من بعد ما نحط هالرؤية هاي بده يترجم لمشاريع. لما أخذنا زمام الأمور ببلدية بيروت لقينا أنه حطينا خطة للعمل تبعنا لمدة 6 سنين، وقلنا أنه في أولويات لازم تستمر العمل فيها، واللي هي المشاريع البنى التحتية ضرورية جدا أنه نستمر فيها. المشاريع البيئية هي واحدة من أولوياتنا طبعا، هي اللي بينتج منها مشروع حل أزمة النفايات. ونحن لأول مرة بتاريخ بيروت تاخد بيروت زمام الأمور بهذا الموضوع، طبعا كله بالتنسيق مع الحكومة، مع رئيس الوزراء ومع رئيس جمهورية فخامة الرئيس، يلي هم أوصوا أنه يكون في لا مركزية بالحلول للنفايات. نحن يمكن من أول الناس اللي أخذنا زمام الأمور، لزمنا مشروع الكنس والجمع لشركة جديدة حتكون على طريقة حديثة، حتفرز النفايات من المنزل، حيكون في مستوعبات بالشارع أغلبيتها تحت الأرض. مضينا العقد والمقاول بده ينزل يستلم بخلال أشهر القليلة المقبلة. مستوعبات حتكون أغلبها تحت الأرض، المستوعبات اللي فوق الأرض حيكون شكلها مرتب ونظيف، وحتى نلتم النفايات بكون في مستوعبات لما يسمى الريسايكلبل ماتيريال اللي هن ممكن إعادة تدويرها، والمواد العضوية لحالها حتكون منفصلة. هذا كله نعمل. الخطوة الثانية اللي لازم تنعمل وصرنا قاطعين شوط كبير فيها، اللي هي التخلص من هالنفايات هاي. من بعد ما نجمع لها النفايات بدنا نتخلص منها. طريقة التخلص منها بعد الدراسات اللي قمنا فيها مع مستشارين أوروبيين يلي هن متخصصين بهذا الموضوع، والـ United Nations Development Program UNDP، توصلنا لأنه أحسن حل هو تحويل النفايات إلى طاقة. درسنا كل الاحتمالات. بيروت مدينة بتعرفي إلى حدود ضيقة، ما في أراضي واسعة لنعمل أي شيء كبير. نعم، ولحتى نقدر نعتمد على حالنا، الحل الوحيد هو تحويل النفايات إلى طاقة. وهذا الشيء مبارح سمعناه من وزير البيئة بيأكد أنه الحكومة كلها متوجهة بهالاتجاه هذا. فخلصنا الدراسات، أهلنا الشركات، إن شاء الله بشهر واحد أو بآخر شهر واحد نطلق المناقصة عالمية لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين لحتى يستثمروا بهذا المشروع. نحن مش حنتكلف عليه لهذا المشروع، نعمر مشروع على حسابنا على حساب البلدية، حيستثمروا ونحن حندفع ما يتوجب علينا بالطن. قديش نعطي نفايات ندفع بالطن، بس بأكد لكل الناس انه حيكون أرخص من الحل الحالي اللي هلأ موجود. طب ليس انت اكيد حبيتك تعرف هي شغلة من الاشياء اللي كنتوا حاطينها ضمن برنامج طبعا. شو الانجازات الاخرى اللي صارت من خلال يعني وقت توليكم لتاريخيون؟ إنجازات كبيرة كتير. نحن عم نحضر تقرير سنوي عن كل شيء أنجزنا. نحن لزمنا بخلال سنة وشهرين ما قيمته 130 مليون دولار، يلي هو بتاريخ البلدية بعد ما صار مشاريع أغلبها يمكن يكون بنى تحتية، ولكن بنفس الوقت لزمنا إعادة تأهيل الأدراج، لزمنا بنى تحتية بمناطق الأشرفية، رمال، صبرة، طريق جديد، راس بيروت، الأشرفية، مصيطبة، بكل مناطق بيروت. وهذه الأشغال والتلزيمات حتكون مستمرة. السنة الجاية حنشوف نفس الشيء. بنفس الوقت لزمنا مثلا تأهيل نفق سليم سلام لأنه مستحيل الوضع تاعه، إعادة تأهيله بالكامل مع التهوية تبعيته والإنارة تبعيته على الطاقة الشمسية والليد لايت، حيبلش العمل دغري فورا بعد الأعياد. لزمنا كمان الساينج والإرشادات، سموهن الأرمات تبعولي اللي بوجهوا السير، بوجهوا أسامي الشوارع، بحطوا أسامي الشوارع على طريقة جديدة.
بصير كل واحد بيعرف عنوان بيته بالشارع، اسم الشارع تبعه مكتوب، رقم البناية تبعيته مكتوب ومرقم، ورقم الشارع كمان مكتوب. حتتحدد الإرشادات التوجيهية هذه للسير وللتنقل ببيروت تلزم. لزمنا تأهيل الأدراج تبعول مدينة بيروت كلياتها وبلش التنفيذ فيها. لزمنا تأهيل الأرصفة والتسفيد بكل مناطق بيروت. هذا مشروع كمان مستمر كل وراء بعضه. وعملنا خلصنا الدراسات لتطوير المشروع ضخم جدا اللي هو عين المريسي، بدنا نطورها بس ما رح احكي عنه كثير اليوم لانه بس يخلص التصميم النهائي اللي حخلصنا التصميم الاولي. بدي اترك هذا الموضوع لدوت الرئيس الحريري، هو حابب انه هو يطلق هذا المشروع قريبا جدا ان شاء الله بنطلق مناقصته. بنفس الوقت حكينا عن هم الكهرباء بهالسنة هاي، خلصنا نحن كل الدراسات لمشروع كيف نقدر نأمن العجز للكهرباء يلي ببيروت. اليوم بيروت بحاجة بالليل بالبيك بحدود 600 ميجا وات، يلي عم تحصل عليه بيروت هي 400 ميجا وات تقريبا. الدولة عم تعمل مشاريع ضخمة كتير بالكهرباء، ما بنتعارض نحن مع مخططها، عملنا مخطط لقلنا لنقدر ننتج طاقة بين 150 ل 200 ميجا وات. وحنطلق هذا المشروع قريبا وإن شاء الله بخلال سنة سنة وأشهر قليلة حتكون بيروت ما عندها 24 على 24 forever، ما بقى فيه رجع عنا هيدا بإذن الله. هذا المشروع صرنا سنة عم نخلص دراساته لنطمن أنه ممكن يصير بأحدث الطرق ونخفف التلوث اللي موجود من قبل الانبعاثات اللي عم تصير من مولدات الكهرباء وأصوات مولدات الكهرباء، ومتوجهين نحو الحل. بنفس الوقت خلصنا دراسات النقل المشترك اللي هو بيساعد على تخفيف أزمة السير. بحب أحكي عنه بالتفصيل الشهر الجاي لأنه 100%. تأخرنا فيه شوي لأنه كان في آراء أنه لازم ينربط بالمناطق اللي محيطة ببيروت، لأنه أغلبية زحمة السير اللي عم تصير ببيروت هي من سيارات بتجي من برا على بيروت كل يوم الصبح وبترجع تترك بعض الظهر. تتخيلي ممكن يوصل العدد لأكثر من 500 ألف سيارة باليوم بيدخلوا على بيروت وبرجعوا بيطلعوا. هدول هن سبب الأزمة الأساسية. طبعا حل أزمة السير هو تخفيف هالعدد أنه يدخل، تأمين وسيلة نقل مختلفة للناس أنه يستعملوها اللي هي بواسطة التنقل المشترك، نقل المشترك. بنفس الوقت بدك تأمني مواقف سيارات زيادة، اللي هو نحن كمان خلصنا دراسة خمس مواقف سيارات كبيرة، ثلاثة منهم الخمسة حينطلقوا السنة الجاية يعني بأول 2018 نطلقوا المناقصات. عندك واحد بالحمرة، واحد بالأشرفية، واحد بكورنيش المزرعة، واحد بالطريق الجديدي، في بساحة الكولا، وفي تحت حديقة الشيخ المفتي حسن خالد الله يرحمه، وفي اثنين تانيين غيرهم حنفصح عنهم. تدريس خبرنا قد انت اليوم بتأيد لما التسجيل الاداري دي. اكيد بأيدها. اذا ليش بتأيدها وليش ما يعني اذا ايه ليش واذا لا ليش؟ لا اكيد بأيد المركزية الادارية لانه هيدي بتعطي اول شيء الناس يلي مهتمين بإدارة شؤون هالمنطقة هني ادرى الناس بشو بحاجة هالمنطقة. نعم. وهني ادرى الناس بإيجاد الحلول للمناسبة لهالمنطقة هاي. وهيك بتعطي حافز انه الواحد يركض يلاقي حل المنطقة اللي هو مسؤول عنها، ويلاقي حتى طرق للتمويل اللازمة لهيدا. وهون بنفتح باب الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. بدي بس ارجع اكمل على الموضوع هذاك. هذا كل هالمشاريع اللي حكينا عنها، عنا مشاريع طبعا في اكثر من 200 مليون دولار مشاريع مجهزة للسنة الجاي. كل هذه المشاريع وكل الخطة تبعيتنا لن تستقيم إذا ما حسننا الإنتاجية والشفافية بالعمل البلدي.
ولهذا الامر نحن عم نشتغل نحن وسعاده محافظ مدينه بيروت لاعاده هيكله العمل البلدي، واحد وحوكمتها، واثنين لمكنني تبعيه العمل البلدي. يعني ان شاء الله الخطه انطلقت على تلزيم، على تحضير دفاتر شروط لتلزيم المكنني تبع البلديه، لحتى نوصل بخلال سنتين من اليوم كل واحد بده عنده معامله بالبلديه بيقدر يسويها اونلاين. على ما بقى تتعذب بده يدفع بالبلديه، بيجي خبر قد ايه لازم يدفع وبيسدد عن طريق البنك او عن طريق اونلاين. عنده شكوى بيقدر يعرضها اونلاين، وهي هذا اليوم موجود نحن عملناها هلا هيدي بالابلكيشن اللي عملناها وبالويب سايت، بيقدر يبلغ عن اي شكوى وبصير المعاملات تبعت الناس مريحه، مخفف التعب تبع الناس بهالامور هيدي، وبنفس الوقت بنزيد مدخول البلديه. يعني واحد لا كيف تجي على الناس انه تدفع الموضوع ايزي اسهل، واحد اثنين البلديه اليوم عندها فلوس مع الناس ما دافعه سنوات وسنوات، المبالغ ما بدي أذكر الرقم حتى ما تنقذوا، رقم كبير كتير مال للبلدية مع الناس. وأنا ما بلوم كتير الناس، لأنه في ناس عندهم جهل يمكن بهذا الموضوع، مش أنه هني أصلاً ما عم يدفعوا، ولكن وفي ناس كتير ساكنين برات لبنان بتوجب عليهم دفع ما بيعرفوا بالأمور الإدارة ببيروت، ف يعني بتراكم عليهم هالمبالغ هاي وبتراكم عليهم بنالتيز وبصير بدهم يدفعوا البنالتيز. بس لازم تعملوا عفو مثلا عن الضرايب ليتشجعوا شوي. ما نحن اللي بنعمل عفو، اللي بيعمل عفو مجلس النواب، كل ما تطلع موازنه من الدوله بيعملوا عفو عن 90% من الغرامات عم بتصير هاي، شرط انه تتسدد بمهنه معينه بوقتها مهنه معينه. سو زياده الانتاجيه عند الموظفين، زياده الشفافيه بطريقه التلزيمات اللي عم نعملها. طبعا نحن بحب اوضح شغله اساسيه، انه التلزيمات اللي نحن عم نعملها هي بتتحضر دفاتر شروط، دفاتر الشروط بتروح على وزارة الداخلية، وزارة الداخلية في اللجان المحلية بتقعد بتدقق بدفتر الشروط وتشوف إذا في أي شيء بيمنع التنافس، وبيرجعوا بيردوا لنا إياه للتصحيح إذا في أي تصحيح بيتعدل، وبس ينقرض دفتر الشروط قبل ما تنطرح المناقصة بيروح دفتر الشروط سعادة المحافظ بيشوفوا إذا في مصاري بنحط المصاري، بتنحجز أو بتنلاحظ المصاري. بعد ما تنطرح المناقصة بتروح النتيجة على وزارة الداخلية وعلى ديوان المحاسبة كمان للتدقيق. ديوان المحاسبة بتطلع بكل بند من البنود وبيقول انه هيدا غالي هيدا رخيص، وبدقق وبحاسبنا وبيقول انه يا هالمناقصة بتمشي مثل ما هي او لازم تعيدوها او لازم تطلبوا خصم من المقاول. نحن بنحط اعلانات بالجريدة الرسمية، بنحطها على الويب سايت تبعيتنا الاعلان، وبنحطها كمان بثلاث جرائد محلية حسب الاصول. فهذا كلياته من ضمن المناقصات. بحب زيد بس شغلي وحدي على المشاريع الأساسية اللي عم نشتغل عليها. شو ما عملنا إذا ما طلعنا بأهل بيروت يلي هني عندهم إمكانيات أقل من غيرهم، نهتم بصحتهم هي شغلة أساسية. نحن عم نحضر، خلصنا دفاتر شروط لتطوير مركزين أساسيين ببيروت للاستشفى لأهل بيروت، البيارتي بنسميهم، هيدول بحق لهم وقلهم حق على البلدية ونحن حنهتم فيهم. 2018 هي سنة الصحة إن شاء الله حتكون، بالإضافة لشعارنا إن شاء الله إن شاء الله. وبالإضافة لهذا الشيء المشروع الثالث للصحة هو مشروع الإمرجنسي، يلي هو نحن منقول لازم يكون عنا تجهيزات لسيارات إسعاف لبلدية بيروت، مش بس لتنقل المرضى في حال حادث أو في حال إمرجنسي، بس كمان لحتى يكون مجهزة لا سمح الله صار في حادث أزمة قلبية، يكون في ديفابريليتر، يكون في دكتور على سيارة الإسعاف. هذا المشروع كمان دفتر الشروط عم يتحضر، بأول سنة الجاي بدنا نطلع المناقصة.
بدي أختم ب صحيح الناس متوقعة كتير وبيروت في شغل كتير، بتقولي لي أنت راضيان عن التقدم اللي صار، بقول لك أنا راضيان إلى حد ما، ولكن طموحي أكبر بكتير لبيروت. بس بدي أقول لأهلي ببيروت إنه العمل البلدي والروتين الإداري والبيروقراطي بالعمل ببلدية بيروت شغلي صعب كتير، منا كبسة زر. نحن أي مشروع إذا بدي أمشي حسب الأصول ونتركه على الروتين الإداري، أي مشروع بياخد معنا لحتى نلزمه من يوم ما نطلع بالفكرة لحتى نلزم المشروع يبلش المقاول بياخد سنة. فتخيل إن إحنا بسنة ونص، سنة وأربعة أشهر، لزمنا 130 مليون دولار مشاريع. معناتها أنا بعتبر هذا إنجاز كبير. المحافظ عنده السلطة التنفيذية ونحن عندنا السلطة التقريرية، مشان هيك العمل لازم يكون مشترك بيننا وبينه، لازم يكون في تكافل وتعاون، يعني نكون إيد واحدة اثنيناتنا نحاول المحافظ، وهذا الشيء اللي حصل، مشان هيك قدرنا ننجز هالمشاريع هاي. مع أنه مع العلم أنه المواطن انتخبت لألك، انتخب حضرتك، يعني مش المحافظ اللي جيتين، أنت المسؤول. صحيح، والناس طبعا الناس بتعرف او بتفتكر انه رئيس البلدية بايده يعمل كل شيء، ولكن انا ما بخيب ظن حدا ان شاء الله. نحن انا بعتبر حالي مسؤول، ما بتهرب عن المسؤولية، حتى لو الشغلة بتتعلق بالمحافظ انا والمحافظ نقدر نحل اكبر المشكلة. بدي اضيف بس اخر شيء انه نسيت، لانه مشروع تنفيذ سوق الخضار بمنطقة طريق جديدة لزمناه، حيبتدأ العمل فيه باول السنة ان شاء الله بعد الاعياد، ضب كل الخضرجية والفواكه اللي بيبيعوا اللي بالمفرق، اللي هن ضمن الغطاء تبع نقابة تجار الخضار والفواكه بالمفرق، حيكونوا موجودين هناك، وحتى اللحامين حيكونوا بإلهم سوق. التصميم رائع، حيكون بطريق جديد للموقع، والعمل حيبدأ فيه بأول شهر الجاي بعد ما تخلص الأعياد إن شاء الله. هذا المسألة كان مشروط بإرادكم للأعياد المشيدة تجاري لبيبيروت؟ زينا الوسط التجاري، حطينا الشجرة بساحة الشهداء، لا غير الشجرة، زينا الطرقات بالوسط التجاري هالسنة، بلدية بيروت زينتها شجرة بالأشرفية، وساعدنا كل تجار المناطق انه هن يزينوا، وعطيناهم مساهمات من عنا ليزينوا شوارعهم، لانه نحن نؤمن بالانماء المناطقي. يعني لما تاخذي التجار الاشرفيه لهم خاصيه كيف لازم نطور لهم منطقتهم لحتى يقدروا يطوروا هن البزنس تبعيتهم، يختلف عن شارع الحمراء، وكيف بدنا نساعد تجار شارع الحمراء ليطوروا البزنس تبعهم، بيختلف عن مار الياس، بيختلف عن بربور، بيختلف عن الكل. فنحن بتعاون وثيق مع نقابات التجار بالمناطق عم نشتغل على انماء المناطق كمان. رئيس خبرني، بيروت عانت من النزوح السوري، مشكله عانت منها بتبع المناطق المدنيه، بيروت عانت منها؟ ما شايفتيهم بعينك؟ تمشي بالطريق بيروت عم يشتغلوا بالبيروت. نعم، عم نعاني كثير من هالمشكله، عم نعاني من المتسولين للاسف، عم نعاني من اخواننا السوريين حرام الله يعينهم، ولكن في اشخاص منهم ما عم بيقدروا وضع بيروت، بيطلعوا على صناديق النفايات، بيطلعوا الكياس لبرا بيخزقوها وبيتركوا النفايات بالارض. يعني انا شفتها ام العين، حتى يعني ركضت ورا للشاب اللي عم يعمل هالشيء لحتى وقفوا. يعني عنا مشكلة أساسية، عم بتعاون أنا ومعالي وزير الداخلية لحتى نلاقي حل، ومع الجهات الأمنية لحتى نلاقي حل لمشكلة التسول، لأنه حتى نحن بالزراعة اللي عم نزرع، يعني مثلاً زرعنا الكورنيش الروشي، عم نزرع وسطيات، صحيح واحد من المشاريع هو زرع 5000 شجرة ببيروت، بلشنا بتنفيذه، والحفاظ على ثروتنا اللي هو حرش بيروت وتأهيله، كمان هذا واحد من المشاريع اللي عم ننفذها. فبتلاقيهم بدعسوا على الزرع، بناموا هنيك، بوسخوا هنيك، بالحدائق العامة، بالهذا عم نحاول جهدنا بالاستعانة مع الحرس تبعنا انه نضبط هذا الموضوع، ولكن بعد بده شغل كتير. ان شاء الله. شكرا كثير. رئيس بنختم معك اكيد بتمنياتك لهالبيروت، بالعام الجديد، ولولاد بيروت وللولاد البلد بشكل عام.
أنا بقول لأهل بيروت إنه دائما بعد الصعاب لما تمرق علينا بيجي الفرج. دائما حطوا ببالكم الأشياء الإيجابية توصلوا لها، ونحن دائما متفائلين، وبيروت من حسن إلى أحسن إلى أحسن إن شاء الله. حترجع تستعيد بريقة، هي ما خسرت بريقة بس، ولكن كان بدها شوية شغل لحتى نحسن الوضع، ونحن هذا اللي عم نقوم فيه. حب أقول لهم أنه أنا موجود هون لأخدمهم، وبيبي مفتوح بستقبل كل العالم أمتى ما كان، وفي عنا يوم مخصص يوم الخميس لأستقبال كل الناس. عنا الشكاوى على الفيسبوك، أنا بتابع شخصيا، أنا برد على الناس على الفيسبوك وعلى الإنستغرام وعلى السوشيال ميديا كلياتها. وبقول لهم أنه الخير لقدام إن شاء الله جايينا، وإذا عندهم أي واحد عنده أي مشكلة أو عنده أي اعتراض أو عنده أي فكرة لتطوير مدينة بيروت، هذا المكتب مكتبهم، وأهلا وسهلا فيه. Thank you. شكرا كثير.